حدث معي هذا منذ فترة طويلة. عندما كنت طفلا صغيرا في العاشرة من عمري، لا أتذكر كل التفاصيل الصغيرة، ولكنني سأحاول قدر المستطاع أن أذكر لكم كل ما أتذكره. في ذلك الوقت كنت أعيش في منطقة نائية في الولايات المتحدة. كانت المنازل المجاورة بعيدة عن بعضها كما هو الحال في حياة الريف. لم يكن لدينا سوى القليل من الجيران، بينما الأغلبية كانوا غرباء تماما، بمن في ذلك الشخص الذي كان يسكن المنزل القريب من منزلنا. لا أتذكر اسمه، ولكنه كان رجلا كبيرا في السن على الأغلب يعيش لوحده هناك. كان رجلا غريبا، وهذا أقل ما يمكنك وصفه به. كل النوافذ على منزله كانت مطلية بالطلاء العاتم، بحيث لا يمكن لأحد رؤية ما يوجد في الداخل. وفناء منزله كان كثيف الأعشاب للغاية، كأنه جزء من الأدغال. لاحظت ذلك بسهولة لأنني أمر من منزله كل يوم عندما أعود من المدرسة. في كل مرة عندما أصل إلى منزله، كان الرجل إما أن يكون واقفا في شرفته يراقبني أو يحاول التحدث معي. بينما أمر بجانب منزله، وصل بي الأمر للارتعاب من فكرة العودة إلى المنزل فقط بسبب أنني مضطر للمرور هناك. ولكن هذا لم يكن أسوأ ما في الأمر. في كل مرة أو مرتين في الشهر كان الرجل يسير لمسافة نصف ميل للوصول إلى منزلنا في منتصف الليل، ثم يقوم بإضاءة مصباحه اليدوي على نافذة غرفتي. كنت أعلم أنه نفس الرجل، لأنه في إحدى المرات رأيته يمشي في الطريق متجها نحو منزلنا. بالنظر إلى السابق كان ذلك سلوكا ينذر بالخطر، ولكن في ذاك الوقت كنت أعتقد أن أفضل طريقة لمعالجة تلك المشكلة هو تجاهلها، ولذلك لم أشأ أن أخبر والدي وعائلتي بذلك. وأتذكر أيضا أن غرفتي كانت في الطابق الثاني، لذا لم يكن بمقدوره رؤية الكثير داخل غرفتي. بالانتقال إلى إحدى الليالي الصيفية في نفس ذلك العام، كنت أستيقظ مرة أخرى في منتصف الليل بسبب ضوء مصباح يشع في غرفتي، ولكن في تلك المرة كان متبوعا بصوت ضربة خفيفة على الحائط. شعرت حينها أن نبضات قلبي قد تجمدت. الشيء الوحيد الذي كان يدور في ذهني في تلك اللحظة كان صوت الجلجلة المشابهة تماما لصوت السلم المعدني الذي تم تثبيته على الحائط. وليس ببعيد بعدها كانت شكوكي صحيحة. عندما سمعت صوت طرق على الزجاج نظرت نحو النافذة، وقابلني وجه الرجل ذو الابتسامة العريضة وهو يشير إلي بيده لكي أفتح النافذة. كنت قد شعرت بالذعر عندها وبدأت بالصراخ، وذهبت أركض إلى غرفة والدي. بعد أن أيقظتهم قام والدي بتفقد الغرفة وتفقد النافذة، ولكن لم يجد أي شيء وكان الرجل قد اختفى. شرحت لهم عدة مرات كيف أن الرجل الذي يسكن في الجانب المقابل لمنزلنا كان خارج المنزل بجانب نافذتي، وأسوأ من ذلك أنهم لم يصدقوني إطلاقا، وبدأوا بإخباري بأنه مجرد حلم أو أنني أتوهم. ولذلك لم يتصل والدي بالشرطة، ولكن حتى هذه اللحظة كشخص بالغ ما زلت أعرف تماما ما الذي رأيته، وأنا مقتنع بأنها الحقيقة ولو لم يصدقني أي أحد حينها. حاولت أن لا أفكر في الأمر مرة أخرى، وفي الواقع لم يتجاوز الأمر أسبوعا حتى رأيت لافتة للبيع بجانب منزله. كان قد عرض منزله للبيع، والذي كان بالنسبة لي شعورا رائعا.
وقد عشت في العديد من الأماكن المختلفة ولم يحدث أن حصل معي أي شيء كهذا مرة أخرى. أعود بالزمن إلى الوراء عندما كنت في الثلاثين من عمري. كنت قد ادخرت ما يكفي من المال لشراء أول منزل خاص بي بعد سنوات طويلة من العناء والانتقال من شقة لأخرى. كان المنزل الذي اشتريته منزلا متواضعا ليس بشيء مميز، وكذلك الحي السكني الذي كان فيه ذاك المنزل، ولكن مع ذلك كنت فخورا بنفسي على الإنجاز الذي حققته. كان حلما بالنسبة لي، عملت عدة سنوات على تحقيقه. في الأيام الأولى من انتقالي كنت قد قابلت أغلبية الجيران، وقد بدأوا لطفاء ولبقين كثيرا، حتى أن بعضهم دعاني للانضمام إلى مائدة العشاء. كان الانتقال إلى منزلي الخاص وفي حي كبير والحصول على جيران شعورا مميزا لم أعشه ولم أكن معتادا عليه من قبل. ولكن في الواقع في كل حي سكني لابد من وجود جار واحد على الأقل لا يحترم جيرانه ولا يهتم لأي أحد، كما هو الحال مع ذلك الجار الذي كان يسكن في نهاية الشارع بعد منزلين من المنزل الذي كنت أعيش فيه. كان رجلا يبدو في الخمسينيات من عمره، ولا بد من أنه يعيش لوحده. بعد الانتقال إلى منزل الجديد كان ذلك الرجل كل ليلتين أو ثلاث يأتي إلى المنزل في وقت متأخر ويطرق الباب. في أغلب المرات يسألني عن أشياء عشوائية، كما في أول مرة مثلا عندما فتحت الباب وجدته واقفا على شرفة المنزل وسألني إذ كان لدي أي طعام في المنزل لست بحاجة إليه. وفي ليلة أخرى أتى إلي حاملا دلوا فارغا وسألني إن كنت أستطيع أن أملأه بالماء لأنه لا يوجد لديه ماء في المنزل. كانت طلبات عشوائية وفي بعض الأحيان سخيفة، ولكن مرة بعد مرة تطور الأمر وأصبح يأتي إلي ويطلب مني أن أعطيه المال. عندها شعرت بالتضايق ولم أرد التعامل مع ذلك الرجل مرة أخرى. لست مضطرا لأن ألتقي به كل يوم وألبي حاجياته باستمرار. أصبحت لا أفتح الباب له، وفي أغلب الأحيان أتجاهل طلقاته المزعجة. بعد بضعة أسابيع من تجاهل ذلك الرجل بدأت زيارته بالتناقص، إلى حين تلك الليلة بعد أن استيقظت على صوت طلقات على الباب في منتصف الليل. نزلت إلى الأسفل وتفقدت عدسة الباب، وكالعادة كان نفس الرجل. قررت أن أتجاهله، ولكن قبل أن أصعد الدرج غيرت رأيي وفتحت له الباب وسألته وأنا غاضب عما يريد، فطلب مني طلبا عشوائيا أكثر غرابة مما مضى. سألني إذ ما كان بإمكاني القدوم إلى منزله وأريه كيف يستخدم شوايته الجديدة. كان ذلك في ساعة متأخرة من الليل، والذي في رأيي كان وقتا غريبا للغاية للقيام بالشواء، ولكن لا أدري ماذا حدث لي. فقررت أن أذهب لأساعده على أمل أن تكون آخر مرة قد أراه فيها. أخبرته بأنني سأرتدي ملابسي وآتي إليك. شكرني وعاد ماشيا إلى منزله. بعد بضعة دقائق توجهت إلى منزله، ومن ثم إلى الجانب الخلفي. كان المكان مظلما ومن الصعب الرؤية، ولكن بكل وضوح
لم تكن هناك أي شواية. علاوة على ذلك، لا وجود لذلك الرجل، بالرغم من أن بابه الخلفي كان مفتوحا على مصراعيه. لوحت بيدي في الداخل وناديت على الرجل، وعندها سمعت صوت الرجل قادما من الأسفل يخبرني بأنه يحتاج لمساعدتي لإخراج بعض اللحم من الثلاجة. كان الصوت قادما من القبو. كنت مترددا في النزول حينها، لم يكن هناك أضواء في الدرج، وفي الحقيقة لم يكن هناك أي أضواء في المنزل، ولكنني قررت النزول. وبحذر شديد سألته: هل بإمكانك أن تشعل الأضواء ليتمكن من الرؤية؟ كان هناك صمت طويل لعدة ثواني، وبعدها استجاب قائلا: لا يمكن فعل ذلك، كل المصابيح مهمشة. أدركت حينها أنني كنت أتعرض للاستدراج، ولم أتمكن من مواصلة النزول للأسفل. أخبرت الرجل أنه لا يمكنني فعل ذلك، وسأذهب وأنتظره بالخارج. وفي أقل من ثانية بعدها بدأت بسماع صوت الخطوات مسرعة نحوي إلى أعلى الدرج. استدرت على الفور ورحت أركض خارج المنزل، وتوجهت مباشرة إلى منزلي، وفي كل حين أنظر إلى الخلف. إلى أن وصلت إلى المنزل أغلقت الباب بإحكام وكذلك النوافذ. أنزلت كل الستائر وتوجهت نحو النافذة المطلة على الشارع. كنت أنظر عبر ثقب صغير في الستائر وأراقب بينما كان جسدي يرتجف. كنت مرتعبا، ولكنني عندما دخلت لمنزلي شعرت بالأمان. أغلقت الباب بقوة وفكرت بالاتصال بالشرطة، ولكن بعد أن فكرت في الأمر جيدا وجدت أنني لست قادرا على إثبات أي شيء للشرطة بما حصل. وفي خلال الأيام القليلة بعدها لم أغادر منزلي لأي سبب، كان باستثناء الذهاب للعمل أو المتجر. وفي خلال تلك الأيام لم أرى ذلك الرجل مجددا، ولم أسمع أي طرقات على الباب. وبعد أسبوع من الحادثة حدث أن كنت أتحدث مع جاري في الجهة المقابلة من الشارع، وأخبرته بما حصل لي قبل عدة أيام، وأنني كنت أفكر بالانتقال إلى مكان جديد بسبب تلك الحادثة. ولكن بعد صمت طويل من الجار الذي كنت أتحدث معه وبنظرة حيرة على وجهه، أخبرني: لا أحد يعيش هناك في ذلك المنزل، وهو مهجور منذ عامين. كنت مصعوقا بما قاله تماما. وقفت في مكاني شاردا لفترة طويلة بينما كان جاري يحاول التواصل معي. عندها قام الجار بالاتصال بالشرطة، ولكن الشرطة لم تجد أي شيء داخل المنزل. من المستحيل أن ذلك مجرد نسج من الخيال. لم يحدث معي طيلة حياتي أي شيء من ذلك القبيل، وأنا في كامل قواي العقلية ومتأكد تماما من ما رأيته، لقد كان حقيقيا. ولكن بعد بضعة أسابيع عرضت المنزل للبيع وانتقلت من هناك. لست متأكدا إذ كان ما حصل معي قد حصل مع أناس آخرين، وما زلت لا أعرف من يكون ذلك الرجل الذي كنت أراه وبما كان يحاول إغرائي. ولكن كانت تلك أول ظاهرة غريبة عشتها في حياتي.